بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتحدث اليوم عن الذبح الصحيح. نرى بعض الجزارين إذا ذبحوا يتركون جوزة الحلقوم إلى جهة بدن الذبيحة فيقطعون في أصل الرأس خوفا من أن يخرج بعض لحم الرقبة مع الرأس، فهل يكون هذا الذبح صحيحا؟ وما الأعضاء التي يجب قطعها حتى تحل الذبيحة؟ وما هو الذبح الشرعي؟ الذبح الشرعي أن يقطع جوزة الحلقوم من نصفها عند جميع الفقهاء، والجوزة هي العقدة التي في أعلى الحلق، وتسمى أيضا الغندبة، وهي لحمة صلبة حوالي الحلقوم. فإذا لم تقطع الجوزة من نصفها فانحازت إلى جهة بدن الذبيحة أو جهة رأسها، لم تؤكل عند جميع الفقهاء غير الحنفية وبعض المالكية، لأن قطع الحلقوم شرط في الزكاة، فلا بد أن تقطع الجوزة، لأنه إذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليما. وقال الحنفية وبعض المالكية تؤكل، لأنه لا يشترط قطع الحلقوم ذاته، فإن قطع فوق الجوزة جاز. ورأي الحنفية كل شيء ذبح وهو حي أكل، لقوله تعالى: إلا ما زكيتم، وحديث رافع بن خديج: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. أما ما يجب قطعه فقد قال الفقهاء إن الذبح الصحيح يقطع فيه الودجان، وهما عرقان في صفحة العنق، والمريء وهو موضع دخول الطعام وهو رأس المعدة، والحلقوم هو موضع مجرى النفس. وقال الحنفية: يجب قطع الأكثر من أربعة، أي ثلاثة منها، وهي الحلقوم والمريء والودجان، فلو ترك الذابح واحدا منها تحل الذبيحة، لحديث: افر الأوداج بما شئت، والأوداج اسم جمع أقله ثلاثة. قال أبو يوسف من الحنفية: لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، لأن كل واحد من العروق يقصد بقطعه غير ما يقصد بالآخر، لأن الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والودجان مجرى الدم. وقال المالكية في الرأي المشهور عندهم: لا بد من قطع جميع الحلقوم وجميع الودجين، ولا يشترط قطع المريء. أما الشافعية والحنابلة فلم يشترطوا قطع الودجين، وهما العرقان المكتنفان الحلق، بل قالوا: يستحب للذابح أن يقطعهما، لأنه من إحسان الذبحة لتموت الذبيحة بسرعة. والله تعالى أعلم.